إذا نفس موضوعنا قضية الإمام الحسين عليه السلام ثقافة علم وعي، مثل ما ذكر زميل الرياض أنه شوف الجيش عمر بن سعد يزيد معاوية لعنهم الله، شوف كانوا حكم وفلوس وأموال وهاي الأمور، بينما شوف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كثير من المواقف وجزء نذكرها إن شاء الله بحلقاتنا وتكون فقرة خاصة لأصحاب الحسين عليه السلام. شوف أكو ناس اعطوهم الفلوس، أكو ناس غروهم بكثير من الأموال من الملك، أكو ناس غروهم بالأمان مثل ما حدث مع أبو الفضل العباس عليه السلام، قالوا لك الأمان وأطلع، قال أنا أعيف الحسين عليه السلام والجنة والمبادئ والقيم. يعني إن شاء الله هذا كلنا نتعلم من عدة، ومن خلال فقرتنا كن حسينيا احنا راح نتحدث بهذا المجال. كن حسينيا اكيد بمعنى الكلمة، قلنا اللطم والبكاء والشجون كلها موجودة، ولكن كيف تكون حسينيا؟ ذكرنا البارحة عن آداب الطريق، اليوم نتحدث عن العلم، أهمية العلم، شلون احنا نتسلح بهذا السلاح. اكيد فضل التعلم ونشر العلم راح يكون امر عظيم بالإسلام، وهي التعرف على كثير من الثقافات. يعني دائما يقول لك اعرف لغة عدوك، طبعا اللغة ليس فقط الكلام وإنما الأسلوب التعامل، كل هاي الأمور راح توصلك إلى نقاط مهمة، من ضمنها ذكرناها قبل قليل الوصول إلى الحقيقة. أنا إذا ما عندي وعي صحيح ما راح أعرف الحقيقة وين. قلنا أكو شخص يقول سين مو زين وناس يقول لا سين زين، هسه ما نقول بس قضية الإمام الحسين عليه السلام، في كل شيء، فلازم عندي وعي وطريقة للبحث وأعرف أوصل للحقيقة. أيضا أنت شلون تطور من نفسك ومن عملك؟ الإمام الحسين عليه السلام يريدك دائما ناجح بعملك، يعني رحم الله عمران عرف قدر نفسه ومن أتم الأمور أفضل الأعمال. يعني أنت لازم تكون في مكانك إعلامي، مصور، رسام، موظف عادي، أيضا الإمام الحسين عليه السلام يتابعك ويقول لك أدي عملك بصورة صحيحة. أحسنت يا أحمد، فقط عفوا إضافة بسيطة، وهو أنه مثل ما إحنا اليوم نحتاج انه تكون عندنا رياضه للجسم والعضلات وكذا الى اخره، العقل ايضا يحتاج اكيد، فممكن من خلال العلم انه العقل يكون عنده قوه، عنده شكل خارجي، عنده نظره معينه، فكذلك بما انه الجسم يحتاج الى رياضه ويحتاج الى قوام خارجي، صحيح. كذلك العقل ايضا يحتاج قوام خارجي ويحتاج الى مظهر حلو، وهذا ما يجي الا من خلال العلم اكيد، وهو هاي تحفيز العقل او تنميه الذات تزيد من التصرفات الصحيحة. يعني أنت ممكن إنسان بسيط مؤمن طيب بس ما مطور نفسه بقراءة كتاب أو بمطالعة أو بسماع محاضرة جيدة، لأن بعض الناس يعني تكون رسالتهم بشكل غير مباشر، فلازم نعرف شلون نختار الطريقة الصحيحة، نسمع المصادر الصحيحة، نتعلم من عندها، راح تكون عندي شخصية قوية أنه أنطي المعلومة بقوة، أنا أسيطر على نفسي، أسيطر على تعاملي، بنفس الوقت أي واحد يجيني بأي هجمة بأي شبهة أنا أعرف شلون أتعامل وياها، حتى وإن كنت ما أعرف المعلومة بس أعرف شلون أتعامل وياها. فهاي العلم والاطلاع أكيد مهم، والإمام الحسين عليه السلام يريدنا دائما نبهين ومثقفين حتى نعرف شلون نتصرف. والإمام الحسين عليه السلام ما وصل إلى هذه المرحلة إلا من خلال العلم. أكيد. إذن مشاهدينا الأحبة أكيد من خلال العلم وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى ما وصل إليه.